اهلا بكم في فيديو جديد على قناتكم انا وهي النجوم. لو اول مره بتشوفي القناه ما تنساش تشترك في القناه وتفعل الجرس عشان يوصلك اشعار كل فيديو جديد. وفاه 3 فنانين وغرق شقه بدريه طلبه ورانيا فريد شوقي ومي كساب تنجب لثالث مره. بعد صراع مع المرض وفاه الفنان قاسم الدالي. توفى الفنان قاسم الدالي يوم الجمعة عن عمر يناهز 80 عاما بعد صراع مع المرض. وقالت الفنانة نهال عنبر رئيس اللجنة الصحية بنقابة المهن التمثيلية في تصريحات أن الفنان الراحل توفى في أحد المستشفيات بعد صراع مع المرض دام لمدة عام. وأضافت نهال عنبر سيتم تشييع جثمان الفقيد يوم السبت من مسجد السيدة نفيسة، بينما سيقام العزاء يوم الأحد المقبل في مسجد الخلفاء الراشدين بشارع البحر الأعظم. وكان المخرج محمد الدسوقي قد نشر عبر حسابه الشخصي بموقع فيسبوك منشورا قال فيه: توفى إلى رحمة الله الفنان قاسم الدالي، ربنا يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته، مع السلامة يا غالي. ولد الفنان قاسم الدالي 21 فبراير عام 1939، ومن أبرز مسرحيات الفنان الراحل مريض بالوهم، اثنين على دبوس، مين جوز مين، عبود عبدو عبود، الدور الرابع، شقة 9. ومن أشهر أعماله التلفزيونية بنت الأيام، التوأم، سامحوني ما كانش قصدي، امرأة من زمن الحب، جحا المصري، وجع البعاد، نسيم الروح، عدى النهار، للثلوة، حسابات أخرى، الأصدقاء، الوتر المشدود، قلب ميت، أكتوبر الآخر، المصروية، ابن ليل، بيت الباشا، بينما آخر أعماله مسلسل خبير عام 2013. توفى أيضا الفنان الشاعر محمد الهوى في حادث سير يوم الجمعة. في حادث سير وقع على طريق الدائري. وقال الشاعر محمود صلاح في تصريح خاص لمصراوي أنه من المقرر دفن الراحل غدا السبت. الشاعر محمود الهوى اشتهر بكتابة الأغاني الشعبية، وكتب للفنان الراحل حسن الأسمر مجموعة أغاني منها توهان، عيون، ست البنات، كما كتب غزال الدرب الأحمر للفنان كتكوت الأمير. كما غنى الفنان شعبان عبد الرحيم من كلماته في فيلم شعبان فوق البركان، وكذلك عادل المصري ورمضان البرنس ومجدي طلعت. وشارك الهوى في كتابة بعض أغاني مسلسل بدون ذكر أسماء الذي قامت ببطولته روبي ومحمد فراج وفريدة سيف النصر وأحمد الفيشاوي وشيرين رضا، ومن تأليف وحيد حامد وإخراج تامر محسن. وفاة السيناريست مدحت يوسف وصلاة الجنازة كانت بعد عصر يوم الجمعة. رحل عن عالمنا صباح يوم الجمعة 25 أكتوبر السيناريست مدحت يوسف، وأعلن الخبر عبر صفحته الشخصية الفنان منير مكرم عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية. وكتب: الدوام لله، الفنان مدحت يوسف في ذمة الله، الصلاة بعد العصر في مسجد السيدة نفيسة. كما نشر الخبر الفنان رياض الخولي عبر حسابه الرسمي على نفس الموقع وكتب: توفى اليوم الصديق الفنان مدحت يوسف وصلاة الجنازة بعد صلاة العصر بالسيدة نفيسة. وكتبت الفنانة روية سعيد: إنا لله وإنا إليه راجعون، رحل عنا زميلنا الغالي مدحت يوسف. مدحت يوسف تولى لفترة إدارة المسرح الكوميدي، ومن بين أعماله حلو وكذاب ومين ضحك على مين.
أما الفنانة رانيا فريد شوقي فتعرضت لكارثة في منزلها بسبب الأمطار التي سقطت على القاهرة الكبرى وبعض المدن الأخرى، حيث تعرض منزل رانيا للغرق مما تسبب في خسائر فادحة. وقالت رانيا أنها تلقت العديد من الاتصالات الهاتفية بعد إعلانها لخبر غرق منزلها، لكنها تطمئن محبيها أنها بخير هي وبناتها وزوجها، وأنها تحمد الله أن الخسائر كانت مادية فقط. وأضافت رانيا أن الوضع كان خطيرا، حيث أن المياه اختلطت بالكهرباء وهذا مهدد حياتنا جميعا، لكن كانت العناية الإلهية هي التي لها الكلمة العليا. وأوضحت رانيا أن المتسبب في هذه الأزمة هو المهندس الذي قام بعمل التشطيبات للمنزل لأنه لم يراعي ضميره. ونشرت عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك تفاصيل ما حدث، وكتبت قائلة: حسبي الله ونعم الوكيل في المهندس اللي شطب البيت. المهندس قال: بلوى واتبلينا بيها، منك لله. البيت غرق مية، أكباس الكهرباء نزل منها مية، ربنا ستر ولحقنا غسلنا المفتاح الرئيسي، منك لله. وكل إنسان ما عندوش ضمير في البلد وهم الفلوس، وحسبنا الله ونعم الوكيل. كما كشفت الفنانة بدرية طلبة عن تعرض منزلها لخسائر كبيرة بعد تسرب مياه الأمطار داخل شقتها. ونشرت بدرية مقطع فيديو من داخل منزلها كشفت خلاله آثار هذه الأمطار، وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع انستجرام، وعلقت: شقتي غرقت بس برضو بعشق الشتاء. وكانت البلاد قد تعرضت لموجة باردة خلال الأيام الماضية سحبها هطول الأمطار في بعض المحافظات. ومن ناحية أخرى تشارك الفنانة بدرية طلبة في مسرحية رايا وسكينة بطولة انتصار حمدي الوزير ومن إخراج حسام الدين صلاح، التي تعرض على مسرح تياترو والنيل بالإسكندرية. وفي سياق آخر، ولعت الفنانة مي كساب صباح يوم الجمعة 25 أكتوبر مولدها الثالث، وأعلنت الخبر صديقتها الفنانة هبة عبد الحكيم عبر حسابها الشخصي على موقع انستجرام. هبة نشرت صورة من أمام غرفة مي بالمستشفى ظهرت فيها إلى جوار زوج مي أوكا، وكتب على باب الغرفة اسم المولود نوح، معلقة: مي وأوكا مبروك نوح. جدير بالذكر أنا مي كساب هي زوجة مطرب المهرجانات أوكا، وأنجب فريدة دليدة وابنهما نوح. ووجهت الفنانة مي كساب الشكر لكل من هنأها بقدوم مولدها الثالث الذي وضعته صباح يوم الجمعة بأحد المستشفيات، وكتبت مي تغريدة عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر: الحمد لله حتى يبلغ الحمد منتهى نوح محمد صلاح الشريف. وصل بالسلامة: شكرا لكل حد دعاني، ربنا يرزق كل مشتاق. ونشرت المذيعة دعاء فاروق صورة تجمعها بالفنانة مي كساب بعد أن أنجبت طفلها الثالث نوح أمس الجمعة بأحد المستشفيات عبر حسابها الرسمي بموقع انستجرام،
وعلقت المذيعة دعاء مبروك يا مايوي تشريف نوح محمد الدنيا، ربنا يجعله سند ليكي ولاخواته ويحفظه ويفرحكم بيه. نذكر ان اخر اعمال الفنانه مي كساب فيلم الطيب والشرس واللعوب، بطولة بيومي فؤاد، محمد سلام، احمد فتحي، طارق الابياري، عمرو وهبة، شادي الفونس، حسام داغر، وياسر التوبجي، قصه وسيناريو وحوار رأفت رضا، ومن اخراج رامي رزق الله. شكرا للمشاهدة، شكرا لدعمكم المتواصل لأحسن جميع الكتب، متنسوش تعملوا لايك وشير وتقولوا رأيكم في كومنت، مستنياكم دايما في القناة لتشاهدوا كل جديد، شكرا لكم وإلى اللقاء.